أسقطت مدمرة أمريكية طائرات مسيرة عدة استهدفت سفن تجارية في البحر الأحمر، وبحسب بيان القيادة المركزية فقد وقع 4 هجمات على 3 سفن تجارية، وأن المدمرة USS كارني استجابت لنداءات استغاثة من تلك السفن وقدمت لها المساعدة. من جانبها اتهمت القيادة المركزية الأمريكية إيران بمسؤوليتها عن تلك الهجمات التي استهدفت 3 سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن أمريكا تدرس رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها. وكان المتحدث باسم الجماعة الحوثي اليمنية قال إن قواتها المسلحة استهدفت سفينتين إسرائيليتين الأحد بطائرة مسيرة وصاروخ بحري. وأضاف المتحدث أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية التابعة للجماعة.